إلى كل الوطن فرع العلوم العامة النموذج التاسع إكزرسيس آ. وأيضا هذا السؤال ممكن يستفيد منه أيضا تلميذ العلوم الحياة وتلميذ الاجتماع والاقتصاد. منروح للسوليسيون. بأول بارتي عم نقول سي A plus grand strictement que 0 alors ln A2 sur 3E plus ln radical 6 plus ln radical 3 sur 2 égale طبعا هيدي بتساوي بداية هون حنطبق ln A sur B يعني ln A و ln B يعني هيدي ln ل A au carré moins ln 3 E plus هون فينا نطبق ln A plus ln B اللي هي ln ل A fois B راديكال 6 فوا راديكال 3 سور 2 اللي هي راديكال 6 فوا 3 يعني 18 سور 2 ايغال بما انه ال A strictement positif فاذا هيدي بتساوي هون 2 ln 2A موان هون حنطبق ln A فوا B اللي هي ln A plus ln B plus ln لا راديكال 18 سور 2 راديكال 9 يعني ln 2 3 ايغال 2 ln A موان ln 3 ln لل E 1 يعني هون صار في عندنا موان 1 و بلس ln 3 ايغال بلس ln 3 موان ln 3 حتروح حيضل عندنا 2 ln A موان A. Donc la réponse correcte est C. Partie 2. Limite lorsque x tend vers 2, la ln de x plus 1 moins ln 5 sur ln x plus 2 moins ln 4. بخطوة أولى حنعوض محل ال x 2 2 fois 2 plus 1 يعني ln 5 moins ln 2 5 sur 2 plus 2 يعني ln 4 moins ln 4 égale 0 sur 0 forme indéterminée. En appliquant la règle de l'hôpital, حنعمل dériver la numérateur و dériver la dénominateur. Dériver le numérateur, nous savons que c'est 2 sur 2x plus 1, dériver le ln 5, 0, sur dériver le ln x plus 2, c'est 1 sur x plus 2, moins dériver le ln 4, c'est 0. Égal limite lorsque x tend vers 2. حنضرب 2 fois x plus 2 يعني 2x plus 4 sur 2x fois 1 يعني على 2x plus 1 2 fois 2 4 4 plus 4 يعني 8 sur 2 fois 2 4 plus 1 8 sur 5 donc la réponse correcte est A. Partie 3. L'ensemble des définitions de la fonction f donnée par fx égale ln xex moins 3x est بالنظر à la fonction f, xex défini sur R moins 3x défini sur R وبالتالي xex moins 3x défini sur R. بقي condition واحد فقط لتكون هيدي الفونكسيون bien définie. كل ما هو داخل اللان يجب أن يكون strictement positif. فإذا la fonction f est définie lorsque x e x moins 3x أكبر strictement من 0. وبالتالي هون إذا أخذنا x فاكتور كوما حيضل عندنا e x moins 3 أكبر strictement من 0. بهيدا البرودوي حنشوف وين ال x بيصفر هيدا بيصفر إذا ال x إيجال 0 e x موان 3 إيجال a 0 يعني e x إيجال 3 يعني x إيجال ln 2 3 فإذا هيدا بتصفر إذا كان ال x إيجال ln 3
إكس أبارتيان على انترفال هو انفيني بلس انفيني. على أول لينيا هون حنحط الإكس، وعلى تاني لينيا حنحط أو إكس موان تروا، وهون البرودوي اللي هو إكس أو إكس موان تروا. في عندي زيرو والألان تروا، زيرو بعدين ألان تروا، وهون بدنا ننتبه إنه الألان دي تروا بلي جرون ستريكتيمون كو زيرو. X égale 0 lorsque X égale 0. Le coefficient devant X est plus, يعني هون plus, plus, ou هون moins. EX moins 3 s'annule lorsque X égale 3. La fonction G définie par GX égale EX moins 3 est continue et définie sur R et s'annule pour X égale à l'un de 3. لنعرف السينية لهيدي الفونكسيون حناخد مثلا هون محل الإكس 0، او 0 موان 3 يعني ان موان 3 يعني موان 2 نيجاتيف، وبالتالي هون موان وهون موان. بور إكس إيغال 10 بار إكزومبل اللي هي أكبر من ألان دو 3، او 10 موان 3 واضح إنه ستريكتيمون بوزيتيف. موان فوا موان بلوس موان بلوس هيدا البرودوي ايغال 0 اذا كان الاكس ايغال 0 او او اكس موان 3 ايغال 0. فاذا هيدا بيساوي 0 اذا الاكس ايغال 0 او اكس ايغال الان دو 3. عم نقول مطلوب اكس او اكس موان 3 اكس تكون ستريكتيمون بوزيتيف اللي هي موجوده هون بهيدا زون وبهيدا زون، وبالتالي الاكس موجوده بالانترفال موا انفيني 0 يونيون الان 3 بلس انفيني. دونك l'ensemble des définitions de cette fonction est moins infini 0 union l'intervalle ln de 3 plus infini. Donc la réponse correcte est A. Partie 4, Amnoul, étant donné une lampe allumée et trois interrupteurs. مثل ما شايفين في عنا 3 انترريبتور وعندي هيدي اللمبة هون مضواية الآن. ان سول بارمي لي 3 انترريبتور بوري اليومي او اتاندر سيت لامب. ان انفون ا ابويي او هازار دو فوا سور ان ميم او ديفيرون انترريبتور. لا بروبابيليتي كو سيت لامب سوا اليومي ا لا فان دو دو ابوي اي 1 sur 8, 1 sur 3 factoriel, 5 sur 9. فإذا انترريبتور واحد فقط بيضوي وبيطفي اللمبة الموجودة أمامنا هون. حنسمي هودي 3 انترريبتور تسهيلا للأمور A, B, C. هيدا حنسميه A وهيدا B وهيدا C. حنفترض إنه الـ A هو اللي بيضوي واللي بيطفي هيدي اللمبة. وصل هيدا الطفل الموجود أمامنا هون حيقبس كبستين أو هازار المرة الأولى، أو حيقبس الـ R أو حيقبس الـ B أو حيقبس على C. بتاني مرة أيضا حيقبس أو A أو B أو C. كمان هون بتاني مرة أو حيقبس A أو B أو C. نفس الشي هون حيقبس أو A أو ب أو س تاني مرة. مثل ما ملاحظين نحن هنا أمام 9 احتمالات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبكل حالة من الحالات حنشوف اللمبة إذا مضواية أو مطفية. أول مرة كبس الآ يعني طفى اللمبة، عد كبس الآ عد ضوى اللمبة، وبالتالي هون اللمبة حتضل مضواية. بتاني احتمال كبس الآ يعني طفى اللمبة هون، وعد كبس الب يعني ضلت اللمبة هون مطفية. بتالت احتمال كبس على الـ A يعني طفى اللمبة هون، عاد كبس على الـ C وبالتالي هون اللمبة حتضل مطفاية هون. الاحتمال الرابع مثل ما شايفين كبس على الـ B اللمبة بعدها مضواية، عاد كبس على الـ A يعني طفى اللمبة هون. بهيدا الاحتمال كبس على الـ B بعدين كبس على الـ B يعني اللمبة هون حتضل مضواية. كمان هون كبس على الـ B بعدين على الـ C حتضل مضواية. بالاحتمال الموجود هون كبس C بعدين كبس A يعني هون طفى اللمبة. هون كبس C بعدين كبس B يعني هون اللمبة مضواية وحتضل مضواية هون.
بعدين هون كبس سي، بعدين كبس سي حتضل مضوية. وبالتالي البروبابيليتي انه سيت لامب اي الومي على لا فان دو دو ابوي، في عندي احتمال 2 3 4 5 احتمالات من اصل التوتال من اصل 9، فاذا ايجال 5 سور 9. دونك لا ريبونس كوريكت اي سي.